ينضم الينا ايضا هاتفيا مشاهدينا الكرام الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد في جامعه اسوان. دكتور محمود، بعد التحيه، في نقاط محدده موجزه الدوافع الاقتصاديه والتجاريه والتنمويه وراء انضمام مصر لتجمع البريكس، هذا التجمع الاقتصادي الكبير الذي انشئ في عام 2006 وازدادت الدول الاعضاء فيه حتى اصبح مساهما في الاقتصاد العالمي بنسبه 40%. يعني يمكن النظر إلى هذه الدوافع من الجانبين، من جانب الاستفادة التي يمكن أن تعود على الاقتصاد المصري بشكل عام، واستفادة الدول الأعضاء والتكتل من انضمام مصر له. بطبيعة الحال هذا أو الانضمام إلى هذا التكتل الذي له شروط محددة ومعينة، من ضمن أو إجمال هذه الشروط أن تكون الدولة المختارة للدخول إلى هذا التكتل الكبير هي دولة قاطر في منطقتها، يمكن كون أنها تنطبق على الدولة المصرية هذا إنما يؤكد مرونة وقوة الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر، سواء في محيطها الإقليمي أو حتى في محيطها العالمي. طبعا هذا الأمر سوف ينعكس وبشكل كبير على كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي داخل الدولة المصرية، سواء فيما يتعلق بزيادة مطردة في حجم التبادل التجاري داخل التكتل نفسه، خاصة أنه بالنظر إلى الهيكل السلعي لدول التكتل نجد أن هذا الهيكل هو هيكل مختلف جدا عن بعضه البعض، وهذا واحد من أهم محفزات قيام التجارة ما بين الدول وبعضها البعض. أيضا بالنظر إلى محفزات الاستثمار أو حتى الفرص الاستثمارية المتاحة داخل كل دولة، هنجد انه يعني يعول على هذا التكتل كثير من الزياده الخاصه في معدل تبادل الاستثمار، حتى لو اخذنا في الاعتبار ان مصر وبشهاده مؤسسات دوليه كثيره هي الدوله الاكثر استقرارا في الوضع الاستثماري ووضع المناخ الجاذب للاستثمار، يمكن ده بشهاده مؤخرا اليونيكتاد وهو واحد من اهم مؤسسات الخاصة بعملية تدفق الاستثمار على المستوى. هذا من الجانب المصري. من جانب استفادة التكتل نفسه من انضمام الدولة المصرية، الدولة المصرية دولة محورية في محيطها، خاصة طبعا مع تدشين منطقة التجارة الحرة القارية ونفاذ هذه الدول أو التكتل نحو الأسواق الأفريقية مع هذه المنظمة منطقة التجارة الحرة القارية اللي بتعد يمكن أكبر منطقة في تاريخ منظمة التجارة الدولية. الممر الآمن والشرعي لنفاذ نحو هذه الأسواق هي الدولة المصرية. أيضا الوضع الجيد فيما يتعلق بالوضع الاستثماري وتدفق الاستثمار في صورته المباشرة، سواء على مستوى الاستقرار الأمني والسياسي، سواء على المستوى المالي أو النقدي، البنية التحتية، البنية التشريعية المناسبة والمؤهلة إلى حد كبير داخل الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التي بدأت تظهر على السطح مع التداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة، وتحديدا القطاع كثيف استخدام التكنولوجي. طب لو تسمح لي يا دكتور محمود، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمات يأكد على أن التجمع بيحرص دائما على تنمية العلاقات وتنمية الاقتصادات ما بين الدول داخل التكتل الاقتصادي، وأيضا يعني هذا التكتل عندما أنشئ في 2006 كان الهدف منه تعزيز الموارد الاقتصادية ما بين الدول الأعضاء، تقليل التعامل بعملة واحدة وهي الدولار الأمريكي، أيضا تخفيف الضغط من قوة الاقتصاد وأن يكون في يعني أحادي القطبية. الآن أصبح الوضع مختلف، أصبح هذا التكتل يساهم بنسبة تزيد عن 40% من الاقتصاد العالمي، وبنسبة شباب داخل التكتل الاقتصادي في دوله الأعضاء تفوق ما نسبته 31%. كيف يمكن البناء على كل ما تقدم من يعني صياغة للقوانين ويعني إبرام اتفاقيات ما بين هذا التكتل؟ وهل من الممكن أن يكون هذا التكتل على منوال التكتل الأوروبي في الاتحاد الأوروبي أو الأسيان أو ما شابه ذلك من التكتلات الاقتصادية الكبيرة؟ خليني بس أشير لحضرتك واتفاقا مع
المقدمة اللي حضرتك تفضلت بيها إنه قياس كفاءة أي تجمع اقتصادي أو تكتل اقتصادي يقاس بمدى التطور في المراحل. التكتل الاقتصادي يمر بستة مراحل أساسية، تبدأ من منطقة التجارة التفضيلية مرورا بمنطقة التجارة الحرة ثم السوق المشتركة ثم الاتحاد الجمركي وانتهاءا بما يطلق عليه الاتحاد الاقتصادي، وهو وجود عملة واحدة داخل دول التكتل على غرار الاتحاد الأوروبي. لو وضعنا تكتل البريكس على هذه التوليفة أو هذه المعايير ندرك دون ما أي عناء أنه هناك تقدم ملحوظ يحرزه هذا التكتل في التقدم من مرحلة إلى مرحلة أخرى، خاصة وزي ما حضرتك ذكرت أنه هذا التكتل يمكن بيمثل ما يقارب من 40% من إجمالي الناتج العالمي، أيضا فيما يتعلق بعدد السكان وتحديدا القوة البشرية وقوة الشباب. ايضا ما يحرزه او ما يحتفظ به هذا التكتل سواء في تشكيله القديم او تشكيله الحالي من موارد الطاقة على المستوى العالمي، والنسبة هي النسبة الاكبر فيما يتعلق بالطاقة بمعناه مطلق، وبالتالي ما يتميز به هذا التكتل يمكن يفوق تكتلات كثيرة اخرى. هذا التكتل مؤهل الى حد كبير بالوصول الى اقصى مراحل التكامل، وهي وجود عملة موحدة خاصة بالتكتل الاقتصادي يمكن تنافس الدولار، ويمكن هذا الأمر حتى على المستوى الجيوسياسي والتغيرات التي تحدث على المستوى العالمي، وكون أنه لا يستطيع أحد أن يتكهن ما هل سيظل الدولار هو العملة المعتمدة دوليا أم سيشاركها عملة أخرى، أم العالم سوف يتحول إلى عالم متعدد القطبية أو ثنائي القطبية. كل هذه السيناريوهات وهذه الخيارات متاحة وفقا للتغيرات الجيوسياسية التي يمكن أن تحدث في العالم بأسره، وبالتالي نحن أمام عالم يعاد فيه تشكيلة الخريطة الاقتصادية، أمام عالم يعاد فيه أيضا تشكيل الخريطة السياسية تبعا لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية. وجود تكتل قوي مثل تكتل البريكس به مجموعة من الدول هي دول محورية في مناطقها وفي محيطها الإقليمي ذات وضع اقتصادي، ويتطور هذا التكتل من مرحلة إلى مرحلة أخرى في المراحل الستة المعروفة للتكامل الاقتصادي. نعم. طبعا ده واحد من أهم العوامل التي يمكن أن تجعل اقتصاديات الدول الداخلة في هذا التكتل تستطيع أن تتعامل مع التداعيات الاقتصادية والصدمات. دكتور محمود، هل العالم أصبح الآن خرج من فكرة أحادية القطبية وثنائية القطبية وأصبح يتعامل بأن هناك تكتلات اقتصادية حقيقية وبالفعل هي واقع وواقع ملموس العالم يعيشه من خلاله؟ إذا عدنا للوراء إلى يعني الثلاث شروط اللي حضرتك ذكرتهم مباشرة، وهو حداثة الموضوع ورغم حداثة هذا التكتل وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظراء من التكتلات الاقتصادية كما سبق وقلنا الاتحاد الأوروبي والأسيان، فالبريكس أصبح اليوم هو بالفعل أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم. كيف يمكن البناء على كل ذلك، وكيف يمكن تأثير ويعني ترك أثر كبير على تغير خريطة العالم الاقتصادية؟ يعني أنا في تخيلي أن العالم لن يعود مجددا أو لن يعود مرة أخرى إلى فكرة أحادية قطبية كما كان منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وتتويج الولايات المتحدة قطبا أوحدا على مستوى العالم، وهو إما أن يتحول إلى عالم متعدد القطبية أو إلى عالم ثنائي القطبية، خصوصا زي ما حضرتك تفضلت مع وجود تكتلات اقتصادية كبيرة وقوية، ومش بس حتى في المنطقة الأوروبية ولكن حتى داخل القارة الإفريقية. صحيح القارة الإفريقية غنية بمجموعة من التكتلات. نعم، على كل الأحوال شكرا ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد جامعة أسوان، شكرا جزيلا لحضرتك.